هذا وافادت مصادر مطلعه لوكاله رويترز للانباء انه يجرى حاليا محادثات مكثفه تجرى بوساطه مصريه وقطريه بشان هدنه ثانيه محتمله في قطاع غزه. واوضح المصدر ان ممثلين عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي يبحثون ملامح الاتفاق المرتقب ونوعيه الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يمكن اطلاق سراحهم في الاتفاق المرتقب ايضا اكد المصدر ان اسرائيل تصر على ادراج الاسرى من النساء والرجال الاكثر ضعفا في قائمه من سيتم اطلاق سراحهم من السجون الاسرائيليه